انا ابو ابراهيم من القاهره. حياكم الله، شرفتنا يا اخوي. حياك الله. تفضل اخي. كنت عاوز اقول بس يعني انه يعني مذهب اهل البيت يعني باقي الى يوم القيامه ان شاء الله، وظاهر الى يوم القيامه ان شاء الله ولو كره الكافرون. فحديث الثقلين واضح وجلي للجميع، ولا اعلم لماذا ينكرونه. فهو حديث الثقلين مذكور حتى في شرح العقيده الطحاويه وتخريجه في البخاري ومسلم. فلماذا يريدون طمس الحق وتضليل الناس؟ على فكره انا شيعي رافضي منذ 10 سنوات والله، ولقد علمت ان حق اهل البيت باقي من السنه، ويطمسونه ويريدون طمس معالمه وطمس معالم الحق. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اللهم صل على محمد. لم اتصل الا لنصره اهل البيت في هذه القناه، اللهم صل على محمد وال محمد، ولعن اعدائهم من الاولين والاخرين الى يوم الدين، ولعنه الله على ابي بكر وعمر ومن ظلم الزهراء وقاتل الامام الحسين عليه السلام وقتل الائمه الاطهار. فحديث الاثنى عشر امام من اهل البيت موجود ومدون في شرح العقيده الطحاويه، وهي مرجعهم الاول في العقيده، وينكرونه وينكرون من يرويه وينكرون من يدعو لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام، بل ويعترضون على كل من يقول علي عليه السلام، ويقولون لا تقولوا عليه السلام، وقد نقول في التشهد وعلى عباد الله الصالحين، نسلم على عباد الله الصالحين، فكيف لا نسلم على علي سيد الاوصياء؟ هو وصي رسول الله. والله ولقد قرأت في كتبهم أن الرسول أوصى لسيدنا علي وقال له الملعون عمر: دخن دخن يا ابن أبي طالب، لقد أصبحت وليا علينا وعلى كل مؤمن. فلماذا يريدون طمس الحق؟ لماذا يريدون طمس الحق وحق الزهراء عليها صلوات الله وسلامه، سيدة نساء العالمين، والبخاري صحيح البخاري: سيدة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ ودخل عليها الملعون أبو بكر ليصالحها فرفضت، وقالت للإمام الوصي: سيد الأوصياء لا يصلي علي فلان وفلان، لماذا تقولون فلان وفلان؟ والله لقد ظهر الحق على ألسنتكم، فلان وفلان في أي رواية عرفناها هم أبو بكر وهم عمر، الجبت والطاغوت عليهما لعنة الله. ولكن أخ عبد الله، أريد أن أسأل الشيخ سؤال استفسار لو سمحت. نعم تفضل. بالنسبة حضرتك اللي هو يعني مسألة زنا عائشة في طريق البصرة، الإمام علي عليه السلام قال: أما السب فسبوني ولكن لا تتبرؤوا من مذهبي. فعندما هي أتت من بعد طريق البصرة قال لمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه، قال له: أكرمها وأوصلها إلى المدينة فلها حرمتها الأولى. والإمام المهدي عجل الله فرجه محمد بن الحسن العسكري عليه السلام قال لأحد سفرائه، إن لقد قرأت هذه الرواية، قال لأحد سفرائه في الغيبة الصغرى قبل الغيبة الكبرى، قال له: ما دامت على تظل على شرفها الأول، ما دامت على طاعة من الله، ما هذه الطاعة المقصودة التي يقصدها الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ وأريد أن أقول شيئا ولكن يعني ينال بالسخرية. في أحد المكاشفات، وهذا يعني والله لقد رأيت الإمام الحج المهدي عليه السلام، والله لقد رأيته يقظة، وحديث النبي عندما قال: من رآني في المنام فيراني في اليقظة، فمن يقول أني رأيت رسول الله أو رأيت الإمام الحسن أو رأيت الإمام علي عليه الصلاة والسلام؟ يقولون هذا هراء وهذا كذب. كيف تقولون هذا هراء وهذا كذب؟ واذهب إلى المستشفيات النفسية، وبخاريكم يقر ويعترف بأن النبي قال: من رآني في المنام فيراني في اليقظة، من رآني في المنام فيراني في اليقظة. شكرا أخ عبد الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا رحم الله عبرتك وأثابك.
حياكم الله. في حرقه شويه بقلوبهم شيخنا ذا. هنيئا له، يحق له، يحق له. ولكن هو هذا الكلام ايضا يدل على ما قلناه من ان اهل مصر سيصبحون من رواد التشيع والرفض. هنيئا له.